صور غسل أموال اللي تتحقق بالوقت الحاضر هو اللجوء للأشخاص المشهورين على برنامج التيك توك ووسائل التواصل الاجتماعي. هل هنالك شخصيات عامة، شخصيات مشهورة متورطة بغسل الأموال؟ فعلى المؤسسات المالية، المصارف، المحاكم أن تتعامل بحذر مع كافة الحسابات البنكية للسياسيين ولكبار المسؤولين، لأنه من المتصور أن يرتكب بعض هؤلاء الأشخاص جرائم غسل أموال، لأنه يتعاملون بعقود توريد وعقود شراء كبيرة، ومن المتصور أنه تمر من خلالهم مبالغ كبيرة. فعلى المؤسسات المالية أنه يتعاملون بعناية مشددة مع السياسيين وأصحاب الدرجات الخاصة والمناصب العليا، ليس فقط في العراق وإنما في كل دولة. هل هناك شخصيات بدرجات خاصة ضالعة في جرائم غسل أموال؟ بالتأكيد هناك شخصيات، ولدينا الكثير من القضايا بالوقت الحاضر، يعني من سنوات بلشت خبرتنا تكبر وتنضج وتتراكم، بلشنا نفتح ملفات غسل أموال ما نقدر نصرح عنها بالوقت الحاضر لأنه لا زالت القضايا قيد التحقيق، بس احنا نعتقد راح نحقق بها نجاحات كبيره. من الشخصيات العامه مثل المسؤولين والشخصيات العامه من المشهورين، مستثمرين ومسؤولين والمشهورين كذلك المشاهد. اكو من نعم. المشاهير نعم. يعني من اكثر صور غسل الاموال اللي تتحقق بالوقت الحاضر هو اللجوء للاشخاص المشهورين على برنامج التيك توك ووسائل التواصل الاجتماعي، من خلال اعلانات ربما تمر عبر حسابات المشهورين بعض الاموال المسؤولين.